يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية في 10 الصبح في الاهلي. طبعا يعني على مدار السنوات الاخيره شفنا كلنا قد ايه في اهتمام يعني ملحوظ من قبل الدوله بذوي الهمم، خصوصا ابتداء من عام 2018 العام اللي تم تخصيصه كعام لهم. الحقيقه من وقتها شفنا كميات نجاحات وافره في اكثر من مجال ابهرونا بالمعنى الحرفي للكلمه، خصوصا في الرياضه وفي عالم المنافسات، وده طبعا جزء من اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع ضيفتنا العزيزه الاستاذه سمر فرج، وهي المنسق العام لمبادره ساعد واللي بتنظم فعاليات رياضيه لذوي الهمم، وكمان منور مش بس الاستوديو، منور الدنيا كلها، محمد فاروق بطل الجري بالكرسي المتحرك. منورنا يا ابو حميد، صباح الفل عليك، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ اه الحمد لله. منور الدنيا يا استاذه سمر، اخبارك ايه؟ صباح العسل عليك. عايزين نبتدي مع حضرتك من يعني نبتدي من الاخر للاول، يعني اخر حاجه تم تنظيمها هو ماراثون وصال، عايزين نعرف منك تفاصيله، وخصوصا ان دي النسخه الثانيه منه السنه الثانيه على التوالي، فبرضه من ضمن التفاصيل اللي عايزين نعرفها منك ايه اللي استجد السنه دي واختلفته من خلاله عن السنه اللي فاتت؟ حاضر. احنا السنه اللي فاتت لما بدانا نفكر كان الاطفال مظلومين جدا في موضوع الجري، ما عندناش اماكن مؤهله في شوارع عموما في كل المحافظات، ما فيش مكان مخصص للكراسي المتحركه، فكان التحدي بالنسبه لنا الاساسي ان انا اصحابي كتير ملوك كراسي، كان التحدي ان احنا نفكر ازاي نطلع من الحته دي بالرياضه من بعد ما سياده الرئيس اعلن عن قادرون باختلاف وانه عام التحدي، فاحنا لازم نكون كلنا قد الاختلاف ده. بدانا ان احنا نعمل الماراثون، فكرنا ان احنا ازاي ما نظلمش فئه على فئه ثانيه، خلينا الموضوع متقسم فئات، خلينا الاطفال بتجري لوحدها الصغيرين، حالات الضمور والرباعي لوحدها، الاحتياجات الخاصه الذهني السمعي قسمنا ده، وراعينا ان البنات بتبقى منفصله عن الولاد، يعني في تصنيفات مختلفه، كان الحمد لله متقسم تصنيفات حلو. وكان في شاركنا الحمد لله السنه اللي فاتت وعملناه، وكان تحدي بالنسبه لنا ان احنا نعمله تاني. جت الكورونا، احنا عملناه 24/1/2020، فجت الكورونا وقفت ان احنا كنا طالعين في بنها في شهر 6، فطبعا ما قدرناش ان احنا نعمل الموضوع ده. جينا السنه دي الحمد لله في 21 قررنا ان احنا نعمل الصوره الثانيه، ضفنا عليها قصار القامه. كانت مشاركه قصار القامه بالنسبه لنا السنه دي مختلفه، لان هم كتير منهم برضو مظلومين في حاجات كتيره قوي، في اوجه قصور موجوده في الدوله لسه لحد دلوقتي بيطالبوا بحاجات بسيطه، فكان من المميزات بالنسبه لنا ان هم يشاركوا ويكون ليهم مكان ويكون لينا مكان وتواجد معاهم. احنا كاصحاء مش احنا اللي بنجري، احنا بنساعد، لكن الموضوع كله والماراثون كله هو ليهم. عشان كده انت سميتي المبادره ساعد. هي ساعد متوثقه من 2012 شهر عقاري، والحمد لله احنا يعني بنعمل بروتوكول مع جمعيات اهليه كتير ومع تضامن ومع يعني شراكات كتيره الحمد لله، وفي كل الاوجه الخدميه احنا بنساعد فيها، ولكن انا عشان اصحابي احتياجات خاصه كان اهم عليا ان انا اهتم بالموضوع ده اكتر، وكمان عشان كبار السن والناس اللي بتعاني من مشاكل في العمود الفقري او الى خلافه، لان انا كنت معرضه ان انا ابقى مستخدمه كرسي، لكن الحمد لله يعني عملت عمليه وطلعت من الموضوع سليمه. اماكن كتيره محتاجين رياضه. ده اللي خلاك يا سمر، انا اسف للمقاطعه، بس الشيء بالشيء يذكر، وانت بتقولي نقطه مهمه جدا تستحق ان احنا نقف عندها لثواني، هو ده اللي كان الدافع بالنسبه لك ان انت تعملي المبادره دي وان انت تنظمي النوع ده من الامور؟ من شويه، هل فكره ان انت كمان عندك اصدقاء كتير؟ بالظبط، انا حد من الناس كنت بعاني، اولياء الامور بيعينوا، اصحابنا بيعينوا، مستخدمين الكراسي الكبار والصغيرين، الناس كبار السن اصلا اللي عندهم مشاكل في جسمهم كلهم بيعينوا، فكانت مش بس ماراثون وصال اللي كان هدف ان احنا نوصل له، احنا كمان 2019 كنت مقدمه لشاطئ مجهز احتياجات خاصه. الله حلو ده كمان. قدمنا التصور والمقترح ونزلت عملت المقايسه مع حي المنتزه واخدت الموافقات، كان دكتور كونسول اللي موجود، بعدها صادف ان هو مشى من المحافظه وجا دكتور سياده اللواء الشريف، وشهر 1/2020 قال ان هو بيدعم الفكره جدا وان هم مرحبين، بس للاسف يعني شويه اليات، يعني احنا مش محتاجين غير ان الرامب يتعمل بلاط انترلوك يتعمل وخلاص. ده احنا بنعمل الاصعب من كده بكتير، ده احنا حقيقي. لسه امبارح متفرجين على احتفاليه حاجه ابهرت العالم كله. عموما يا سمر خلينا نقف عند النقطه دي لان هي مليانه تفاصيل ثانيه تستحق نتكلم عنها، بس نروح للبطل بقى بتاعنا ابو حميد اللي منور الدنيا. ابو حميد، ايه اللي خلاك تقرر تشارك في الماراثون ده، ماراثون وصال؟ الماراثون يعني احنا كان بقالنا فتره محبوسين في فتره الكورونا، فهي كانت حافز حلو لينا ان احنا نبتدي بماراثون، وكانت فكرته حلوه ويعني استمتعنا بالفكره واستفدنا منها برضو كتير. انا سامع ان انت الى جانب ان انت رياضي جامد، في
في كلام مالي الدنيا على ان انت رسام جامد جدا. ايه الكلام ده بقى؟ دي برضو كانت في فترة الكورونا، كان في كنت سمر عامله لنا مسابقه رسم وطبخ. دي كان حاجه كلامنا زي التسالي بس برضو عشان ما نخرجش من البيت وكده. يعني انت حاسس ان انت مستفيد من المبادرات اللي كتير من النوع ده؟ يعني فايدتها كانت عامله ازاي بالنسبه لك؟ ايه اللي استجد عليك؟ ايه اللي استفدته من المشاركه مثلا في الماراثون؟ كانت حاجه جديده علينا، ويعني في نفس الوقت رياضه. في نفس الوقت الرياضه بتفيدنا، وحاجه جديده علينا بعد الحبسه والكورونا وكده. حلو. وانت يعني بعيدا بقى عن الرياضه، انت يومك عامل ازاي؟ مبدئيا انت في سنه كام بتدرس؟ انا متاكد ان انت شاطر جدا، ما عنديش شك في ده. انا تاني سنه تانيه اعدادي، ويومي بيبدي بقوم مثلا الصبح اعمل رياضه، بعد كده مثلا اكلم صحابي، بعد كده بنذاكر مع بعضينا شويه. انت ما بتروحش بقى المدرسه دلوقتي اونلاين ولا ايه؟ لا مدرسه عندنا اونلاين. اوكي. بس بعد ما نخلص بقى دروسنا وامتحاناتنا بنقعد مع بعضينا مثلا نشوف حاجه، فكره جديده نعملها، ابتكار جديد. نشوف اي فكره تسلينا بس واحنا قاعدين في البيت. وبتحلم بايه يا محمد؟ يعني نفسك لما تكبر تشتغل ايه؟ يبقى حياتك عامله ازاي؟ نفسي اكون دكتور. الله، ربنا يقدرك. انت شكله شاطر ما شاء الله، وان شاء الله هتدخل طب وتبقى دكتور كمان، يعني مفيش احلى من كده. نرجع بقى ليك يا سمر، والفكره بتاعه ان انت حبيتي تاخدي خطوه وترمي ميه في الطوبه الراكده على ما يعني على صعيد الاهتمام بذوي الهمم. هو الحقيقه برضو كلنا شاهدنا الفتره الاخيره، يعني بعد ما اكثر من مره سياده الرئيس شخصيا يعني ابدى اهتمام ملحوظ وواضح بالفئه دي من المواطنين، لان هو كمان زي ما انت بتقولي كده شايف ان يمكن مش واخدين حقوقهم كامله. ايه اللي استجد بعد ما بقى فيه اهتمام رئاسي لاصحاب الهمم، وانت في المجال ده الى حد كبير فتقدري تلمسي ده بنفسك؟ اولا اولياء الامور بداوا يهتموا، والاسر تهتم شويه ان ابنائها يبداوا يشاركوا، يبداوا ينزلوا، ما يتكسفوش ان هم ينزلوا الولاد. من الحاجات الحلوه كمان ان احنا بنلاقي حافز ان النواب دلوقتي بداوا يدعمونا. عندنا مثال رائع جدا، هند حازم بطله سباحه مستخدم كرسي متحرك نائب في البرلمان. ما شاء الله. يعني هند بتيجي من الزقازيق للشرقيه للاسكندريه. يعني دي من حد من اصحابنا، انا اتشرف ان هي تكون صاحبتي. ساعد، مش بس انا، مش محمد فاروق، لا ساعد عندنا اطفال من سن 5 سنين لحد 54 سنه. ما شاء الله. كل الاعمار، الاعاقات، الفئات، الاصحاء، اولياء الامور نفسهم هم ابطال في المقام الاول قبل اي حد تاني. طب انت في تنسيق ما بينك كمبادره، مش اقصد ما بينك انت شخصيا او حتى يعني انت شخصيا مع مثلا اللجنه البارالمبيه او اتحاد ما من العالم، يعني الالعاب المندرجه تحت مظله البارالمبيه؟ كان في فتره ما السنه اللي فاتت، ولكن انا مش هقدر ان انا ارشح طفل او بطل على حساب حد تاني. بمعنى يعني انا ما اقدرش ان انا مثلا اقول روح يا محمد، ومحمد بس اللي يقدر يشارك، لان انا الولاد عندي كلهم واحد، هم كلهم اصحابي. طب ما يروحوش كلهم ليه طالما في مظله وفي اتحاد ما مهتم بالفئه دي؟ بيشترطوا يعني حتى الانديه. يعني ايه بيشترطوا؟ بيشترط انا ممكن اخد 2-3 ابطال مثلا في السباحه. الانديه وياخدوهم ابطال جاهزين. بالظبط. اوكي. طب ما تاخد معاهم 2-3 من الشباب الصغيرين اللي لسه عايز يشتغل، عايز يتعلم. لا، امال مين اللي بيدعم بقى في الحاله دي يا سمر؟ اكتفاء ذاتي. مفيش رعاة خالص. مفيش راعي واحد يا سمر؟ الماراثون كان الجوائز الماليه المقدمه كانت من النائب من في اسكندريه. ده بعد للاسف مماطلات مع نواب كتير جدا، مع اصحاب، مع جماعيات. يعني هي المبالغ بتاعتنا مش مكلفه، مبادرات شخصيه فرديه مش من جهه مش من اتحاد. طب أصحابه. وزاره الشباب والرياضه دورها ايه؟ هل جربتي تتواصلي معاهم؟ عندها البرامج المائيه بتاعتها. حتى احنا كذا مره لما بيتعمل في اسكندريه ماراثونز، للاسف الولاد بيبقوا اخر حاجه، الكراسي المتحركه بتبقى اخر حاجه، ودايما هم اللي بيتعوروا وبيقعوا على الكورنيش وبيصابوا. وللاسف ما بنلاقيش لا عربيه اسعاف ولا حد، احنا ما عندناش وعي. احنا للاسف ما عندناش وعي، لا عندنا مكان مجهز ولا عندنا وعي. هو موضوع الوعي ده برضه يستحق ان احنا نقف عنده، بس نروح بقى للبطل الجميل بتاعنا ابو حميد. انت كمان عايز اسالك نفس السؤال، مين اللي بيدعمك؟ مين اللي بيشجعك؟ مين اللي دايما بيزقك كده لقدام؟ والدتي. ما شاء الله، جميل جميل. هي دايما بتدعمني، ومثلا في حاجه مثلا اكون مكسل عليها كده بتشجعني، مثلا تقول لي لا دي هدفك المفروض لازم توصل له، حتى لو بتعب، هنتعب شويه بس في الاخر هنوصل للهدف.
ما شاء الله عليك. يعني انت بص انت ما تخافش عليك يا ابو حميد، وخدها مني كلمه ان شاء الله يعني كلها كام سنه وهتبقى بطل يعني عالمي كمان ان شاء الله، وبعديهم بكام سنه تبقى دكتور شاطر جدا. نورتنا يا ابو حميد، يعني نورتونا يا سمر، اهلا بيكم دايما. والحقيقه يعني الوقت للاسف بس يعني ايه اقصر من النقاط الكتير اللي عايزين نتكلم معاكي عليها، بس احنا نتمنى ان يكون في تغيير جذري وملموس، ونبتدي يعني نسمع ان انت بقى في جهات داعمه او حتى افراد داعمه، لان انت بتعملي حاجه محترمه جدا ربنا يقدرك عليها. سياده الرئيس بيشتغل، بس للاسف في انا مش عارفه يعني في لسه كسل، في لسه الناس ما عندهاش ثقافه، في لحد دلوقتي لسه قصور. اتمنى يا رب ان مؤسسات الدوله كلها تبدا تشتغل. ادينا بنحاول يعني على قد ما ربنا يقدرنا نلقي الضوء على الفئه المحترمه دي المنسيه من المجتمع المصري، وجزء كبير جدا منهم ابطال، وجزء كبير طبعا منهم يعني حقيقي فاعلين في المجتمع اكتر من ناس تانية اسوياء. كل التحيه والتقدير طبعا مفيش شك. نورت الدنيا يا ابو حميد، ميرسي على وجودك معانا النهارده، نورتينا يا سمر، اهلا بيكي وربنا يقدرك على اللي بتعمليه.